تحيي العائلات القبائلية منذ زمن قديم مناسبات مختلفة من حفلات وأعراس بطرق جميلة ومختلفة جعلتها تنفرد عن باقي الولايات الأخرى، خاصة بالنظر للحماس الذي يترك الغريب عن المنطقة يندهش من العادات والتقاليد القديمة والجميلة وذات قيمة تمارس في كل مناسبة. نتابع تفاصيل مع الزميلة صفية إبرودان. الزائر لقرى القبائل يلاحظ جلياً أن الكثير من العادات والتقاليد بدأت بالزوال والاختفاء، وعوضها كل ما هو عصري خاصة الأعراس، ما جعل العديد من القرى تحاول في كل مناسبة استرجاع العادات القديمة من خلال احتفال تمثيلي لا يختلف في شيء عن العرس. ايش دهنت الغاشي مليح مليح على خطر لا خطر بزاف ينتسو دي العوايد هنا بزاف ينتسو دي العوايد هنا غير لورك من كوني مرد نسمعك تايا نشتاقي الغاشي ذاين ذاين دونك تقريبا ديو الوين نرى ذا الريف جيسبر بيان ان شاء الله هاد يوغال وين نرى ذا الريف نتمنى اي با تسي ثاقي تدي اورغانيزين صافي 15 يوم ياكيا كلا يحوغ في تسي ثاقي باش تد الصيوط هكاكيا قراس يعني عاونتي كثيا وين تدرت لنا نخدم لي كاين مجموعه نهضر امكان نخدم امكان نغني زيان امك مره ان كاين يحوغ تروحوا غارتي داي غني زيان تروحوا غار الوداد يا وين يبارو تعمل النسوة بكل جد لتحضير كل ما يلزم بالعودة إلى الزمن الجميل أين كانت العروس تخرج من منزل والدها بالزي القبائلي أو الثاغندورث بألوانه المختلفة. نعرض نساولي الغاشي وسنت سلكثرة الحمد لله ما تدارت نغمد تدار يغدي الزين تصيد يوسن الحمد لله المارياج زيكا كاكيكت قلت لي المارياج قلت لي تقفت تسلي تسلي سوكر الزين سوالا سو حياك ستينا تقدم كيس قان تفولار تينا قان تيم حرمت الجامعة الباري تسكو عطينا الفول فوضى نونا سفزي ايش تيظن ايش تيظن لا لا يعذيلن لا يخلين لا يزطنت الخلاف لا انت وين تعاون السفنج تا وين تملال التوفتيين لخ اين نسمن كل حلاوات لي جوج كاوكاو. ينطلق الموكب او ما يسمى محليا ثقفاف من منزل العروس بعد ان تخرج بالبارود بحضور السكان والاقارب وعائلتي العريسين، فتتكفل النساء على طول الموكب بحمل مستلزمات العروس فوق رؤوسهن وما احضرته الى بيت زوجها. يجوب الموكب أزقة القرية مشكلا منظرا جميلا يسر الناظرين مرفوقا بزغاريد النساء وأصوات البندير على طول الطريق أين يمدح ثيب غارين العروسين إلى غاية بلوغ منزل العريس أين تستقبل العروس بالحلوى والبيض التي تدخل ضمن العادات. تسريت الزكر نكون انت وتي دفو عاودي وماشي غا كيد اذن تطفي فويس تي دناوي غفو عاودي ودي رجازنا دزويران داوين تي مقحال هاد السفان البارود تي راوين ارد يوين عاوين دشتا ظنت تبعت الفير تي ظني نت تبعت الفير سرغونا اكيد انت وتي سريت ميد قوض ساخا ميد قوض ساخا متو ثم لا تدير الحيض. بهذه الطقوس الجميلة المميزة تنجح النسوة في كل مرة في خلق أجواء بهيجة مفعمة بالحماس يشارك فيها جميع السكان بدون استثناء، فكل واحد منهم يشعر في داخله بالحنين إلى الماضي الجميل. القبلة السليث نكيني سي شوشفن امزيكني نقم ثقذوحت تملاجين امان التالا نزعيا الخير سيرجازن سي مهرازن ان شاء الله تقشيشيني كوي اتشبان اسكو سيدي تدونا اسكو ساكي اتستبعد تدو تسليت الرش دي غنا ان شاء الله هذا في يوك تقشيشيني العادي هذه تيلاوين السن هذه السن صاربي تيمسيوغن هذه وقت نار باراي باراي مشطوحن هذه وقت نار باراي مقراني.
اللجوء إلى تمثيلية الزواج التقليدي ليس الهدف منه الاستعراض والفلكور، إنما بالنسبة لسكان منطقة القبائل والعودة للأصل وإلى كل ما هو تقليدي وموروث كعرفان وتقدير كبير للأجداد وافتخارهم الكبير بجمال هذه العادات والقيمة الكبيرة التي تكتسيها والحفاظ عليها لا أن تذهب بذهاب الأجداد.